لا تنتهي الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين، لا سيما في مدينة القدس التي تشهد باستمرار عمليات دهم واعتقال وهدم للمنازل من أجل تهجير أهلها. جرافات الاحتلال الصهيوني شرعت بهدم 10 بنايات من أصل 16 مخترطة بالهدم، تأوي عشرات العائلات المقدسية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس المحتلة بعملية تعد الأوسع التي تنفذها سلطات الاحتلال في المدينة بعد عملية هدم مماثلة نفذتها في قرية قلنديا قبل 3 سنوات. قوات الاحتلال أخلت سكان تلك الأبنية بالقوة بعد أن اعتدت على المواطنين والطواقم الصحفية فيما قامت بزراعة الألغام لتفجيرها، وذلك بعيد إعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة. وعلى الرغم من أن هدم تلك المنازل جاء بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الصهيوني الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة، إلا أن الفلسطينيين اتهموا سلطات الاحتلال الصهيوني باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة، باعتبار ذلك جزءاً من المساعي المستمرة للتوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات. القنصل الفرنسي في القدس بيير كوشار قال إنه لا يعتقد أن التفسير الأمني الذي قدمته السلطات الصهيونية كاف للمضي قدماً في عمليات الهدم، ولا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في تلك الأراضي كونها فلسطينية. أما هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية فقد أكدت أن ما يجري في القدس من عمليات هدم هو جريمة حرب تستوجب ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، إذ أنها تهدف إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها خدمة وتكريسا للاستيطان الذي يتمدد في كل الاتجاهات على الأرض الفلسطينية.